عبقري جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى بلى وهو الخلاق العليم. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قال من يحيي العظام وهي رميم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وهو بكل خلق عليم. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم
وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصفات صفا فالزاجرات زجرا والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء
وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما. وما بينهما ورب المشارق. إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما رب وحفظا من كل شيطان مارد. وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. إلا من خطف الخطفة فأتبعه
شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الله أكبر الله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فارغب بسم الله الرحمن الرحيم إنا
الشر. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. فإذا فرغت فانصب وإذا ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر. فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. رتلا على ما سمع حضراتكم قارئ جمهورية مصر العربية والمقيم بمحافظة المنوفية فضيلة القارئ الشيخ ضياء الدين سالم، القارئ والمقيم بسروهيت. كان معكم وبتوفيق من عند الله الهندسة الصوتية والإنارة الكهربائية وقصور الضيافة المتنكلة ومخازن الفراشة، ركبت بمحلاتكم الكبرى، محلات المتوكل على الله، محلات الحج عز الدين ابو نعيم المقيم بتلوانة. ايها السادة، تكبر الله ازائكم جميعا وشكر الله سعيكم جميعا، وبهذا تنتهي اذاعتنا من هذا المكان وراديو عز الدين ابو نعيم، والسلام عليكم ورحمة الله.